السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. حلقة النهاردة تعتبر حلقة خاصة الأولى من نوعها، يعني إن شاء الله هو سؤال للمتابعين، لكل متابع للقناة، عشان أعرف الناس المتابعة فيه متابعة كويسة للقناة ولا هي مشاهدات وبس. إحنا كنا عملنا 4 فيديوهات مخصوص للعلف، من اول مكونات العلف لحد ما تحسب نسبة البروتين وازاي تعرف العلف بتاعك كويس ولا لا. ذكرنا كل حاجة بالتفصيل عن الاعلاف. حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون اننا هندي لك حوالي 15 او 16 عنصر من مكونات العلف، بكل واحد ونسبة البروتين بتاعته وسعره، والمطلوب منك تعمل لي علفة نسبة بروتينها 16% بأقل السعر ممكن. يعني كل واحد هيعمل علفة 16%، بس عاوزين الأرخص، عاوزين أرخص عرف. إزاي أنت هتعرف تطلع علفة 16% وأرخص سعر ممكن؟ ده اللي أنا عاوزه. إذا أنت عرفت تعمل علفة 16% وجبت لي أرخص سعر، يبقى هو ده، يبقى أنت كده فهمت حلقات الفيديو مظبوط. بس لازم تاخد في عين الاعتبار حاجات أنا قلتها في الفيديوهات قبل كده، وأرجع أعيدها لك بسرعة، نقط سريعة كده. يعني النقطة الوحيدة اللي عاوز تركز عليها ان في بعض العناصر ما بتتحطش بكميات كبيرة في العلف، زي كسب بذرة القطن ما بتحطش اكتر من 10%، لان في مادة سامة في القشرة بتاعتي، 10% كحد اقصى. الفاصوليا 5% كحد اقصى، فيها مادة برضك بتسبب اسهالات. الخبز اللي هو العيش ما بيتحطش، يعني طبعا لانه في بيتفاضل على حسب المصدر اللي انت جايب منه. في مصر بالنسبه لمصر هنا في عيش بيتلم من على الزباله، طبعا بيبقى فيه فضلات، بيبقى فيه روايح، بيبقى فيه عفن ياما، غير الخبز. يعني زي مثلا في ليبيا بتجاب من الفران، بتبقى عيش نظيف وكويس، فبتختلف. فانا بتكلم على جوده العيش تختلف، ممكن يكون فيه فطريات ياما، عفن ياما بيسبب لك مشاكل. فالعيش ما تزودش عن حوالي 25%، العيش اللي هو الخبز 25%. لو العيش بتاعك مشكوك في امره، عيشك كويس ونظيف، الخبز بتاعك كويس ونظيف، ممكن تحط لحد 50%، مفيش مشكله. انما الخبز بتاعك مش كويس، لا، ما انصحكش تحط اكتر من 25%، بيكون فيه فطريات، فطر عفن الخبز، بيعمل مشاكل، سموم في الجسم، فيفضل انك تحطش اكتر من 25% لو العيش لو الخبز بتاعك مش مظبوط. دي بالنسبه قلنا اتكلمنا على كسب القطن، الفاصوليا والخبز، دي لازم تاخدها في عين الاعتبار. وكذلك العدس، وكذلك العدس ما بتحطش اكتر من نسبة 10 إلى 15%، من 10 إلى 15%، كذلك العدس في العلف. دول تاخدهم في عين الاعتبار. العناصر هتكون هي، انا كاتبهم في ورقة هي، هنملهم عليك وانت تكتبهم، وعاوزك كل واحد متابع معانا وعاوز يشوف نفسه هيعرف يكون العلف مظبوط ولا لا، كل واحد يكتب لي العلفة بتاعته في التعليق، وانا هرد عليهم بالكامل في كل تعليق. زائد ممكن بعد يومين ان شاء الله هنتكلم بالتفصيل ازاي انا كونت العلفة بارخص سعر ممكن من خلال المكونات دي، وهوريك النقط برضك تحطها في عندي اعتبار انا ايه ذاكرها، بس هنعيدها المرة دي في حلقة مخصصة، حلقة عملية، بعد ما الكل يكتب بعد يومين او ثلاثة كده ان شاء الله، ونشوف التعليقات اللي كل واحد يكتب، وكل واحد يكتب لي العلفة بتاعته في التعليق. هنذكر دلوقتي، اجيب ورقه وقلم واكتب معايا. اول حاجه ذره صفراء، ذره متشوش او ذره صفراء، سواء صفراء او بيضه، 9% بروتين. هقول لك الرقم الاولاني هو 9%، ده رقم البروتين، والسعر الثاني هيكون الثمن. ذره سواء صفراء او بيضه 9% بروتين، سعر الكيلو 4.5 جنيه. طبعا الناس كتير بتقول لي حول بالدولار، بالجنيه، مش هتفرق بالجنيه، بالدولار، بالدينار، بالريال، بالدرهم، مش هتفرق. انت انا يعني دي ارقام انت بعد كده بتحددها، بتحدد الاغلى والارخص، يعني ده كتير ده قليل، مش هتفرق. يعني العناصر طبعا دي بتختلف من دولة لدولة، فانا بكلمك على اسعار في مصر، اسعار انا اعرفها هنا في مصر، لكن ما ينفعش نذكرها. انت في بلدك هتكتب العناصر بتاعتك اللي انت لما تيجي تعمل علفة بنفسك، انت مالكش علاقة بالعلفة اللي هتتعمل على الاسعار دي، الاسعار دي خاصة بمصر، الاسعار دي خاصة بمصر. انت بتشوف تكتب العناصر نسبة البروتين بتاعتها ثابتة زي ما هي، ولكن الاسعار انت بتكتبها بعد كده، انت بتكتب
الاسعار المتوفره في البلد بتاعتك. مالكش علاقه العلفه اللي انا شغال فيها في مصر ايه، لا انت ليك علاقه بالعلفه اللي انت تشتغل فيها في البلد الثانيه. يعني مثلا مثال سريع مش هيطول الفيديو شويه، بس ايه، القمح والشعير والذره. الذره 9%، القمح 11%، الذره 9%، الشعير 11%، القمح 12%. طيب على اي اساس افضل؟ لو الثلاثه سعر واحد ما بستخدمش غير القمح عادي، مفيش مشكله طالما الثلاثه سعر واحد، اعلى فيهم بروتين 12 القمح. ساعات بره بلاقي ناس بتكلمني من بره في السعوديه في ليبيا، الذره اغلى من الشعير والقمح، ما بستخدمش الذره خالص، مفيش مشكله، مش لازم استخدم الذره طالما القمح والشعير ارخص وبروتينه اعلى والثلاثه مصدر نشويات. على هذا الاساس بتقيس باقي العناصر كلها. المهم عشان ما اطولش الفيديو، هنكتب دلوقتي، هنذكر لك دلوقتي وتكتب على ورقه وقلم على طول، جاز ورقه وقلم واكتب. ذره صفراء او بيضه 9%، 4.5 جنيه، الشعير 11%، 4.5 جنيه، قمح 12%، القمح في مصر بيقولوا عليه غله برضك اللي هو القمح 12% ب 5 جنيه الكيلو. ذره عويجه او اللي هي الذره الرفيعه 5 جنيه الكيلو. العيش او الخبز الناشف نظيف كويس 7% بروتين 3.25 جنيه. طبعا ما نسينا نقول الذره العويجه، الذره العويجه 11% بروتين، الذره العويجه 11% بروتين، 10 او 11%، انا هعتبرها 11، مش هسجلها 11 دلوقتي. ذره عويجه 11% بروتين قلنا 5 جنيه. الخبز اللي هو العيش 7% ب 3.25 جنيه. النخاله 15% ب 3.25 جنيه. كسب الصويا 44% بروتين ب 7.5 جنيه. كسب السمسم 40% ب 8 جنيه. السعر ده مش تقريبي لان مش عارفه بالظبط، السعر ده تقريبي لان مش متوفر عندنا كسب السمسم، بس تقريبا بحدود 8 جنيه. كسب القطن 23% 5.5 جنيه. كسر فول بلدي، كسر فول بلدي لان الكسر هنا درجات، في درجه فيها نسبه قش وفيها نسبه قشر وفيها مخلفات من عناصر تانية. لا انا بكلمك على كسر فول نظيف، فول بس فوله كامله ومتكسره. كسر فول بلدي 28% ب 6 جنيه. كسر بازلاء، كسر بازلاء 23% ب 5 جنيه. كسر حمص 22% ب 5 جنيه. وحته عدس برضك، عدس مطحون يعني، كسر عدس 25% ب 4.5 جنيه. وكسر فاصوليا 20% ب 4 جنيه. عاوزك تعمل لي علفه 16% بروتين، كل واحد يعمل علفه 16% بروتين بارخص سعر ممكن، نشوف انت هتعرف فعلا تعمل علفه. طبعا هيكون في اكتر من علفه، ممكن تعمل اكتر من علفه، مش هتبقى علفه واحده. المهم السعر بتاعها ارخص سعر، كل واحد يكتب لي العلفه ويكتب السعر جنبيها. عاوزك تعمل 100 كيلو علف 16% بروتين وتكتب لي سعر الكيلو جنبيها، هنشوفه ارخص واحد. انت اللي هتيجي في بالك هتكتب اللي انت هتشوفه، هتقعد تفكر وهتعملها وهتحسبها وهتكتبها. ممكن غيرك يطلع واحده تاني، شوف التعليقات التانيه قارن، مش تحسب ان انت جبتها ارخص، ممكن غيرك يجيب ارخص على حسب البنات. كل واحد يكتب كذا كيلو من ده من ده من ده من ده من ده، هتجمع اسعارهم، هتطلع لي سعر ال 100 كيلو وتطلع وتحسب نسبه البروتين فيه، تكتب نسبه البروتين جنبيها والسعر بتاع الكيلو، وهنشوفه ارخص علفه فين. ارخص علفه هو ده اللي فاهم الموضوع كويس، فهم العلفه بتاعتنا كويس، فهم موضوع العلف كويس، ويعرف يعمل علفه باعلى نسبه بروتين واقل سعر ممكن. في النهايه طبعا ما تنساش الاعجاب في القناه، الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.